تحويناها الصومالي لان احمد محمد محمود السيلانيو ايها بين مدي حالي هايد وحو قار كميدا قوليهيسا وزيرادا وكوشاميهي حلقا قادس يمقا عابس ورساحة فديد كان يكسو بحي اقل كمدح تويدا الصومالي لان كاسيو وكوشي حي هاي فيين كمدح تويدا الصومالي لان ايه وحو ودق ناسي دا تان فرحان آدن هايبي لقب لابا تاريخ دا مانتو هادو وزير دولها وزارد دولستي يهودا عمر شعيب محمد لقب لابا تاريخ دا مانتو هادو وزيرك وزارد قناحسيقا يمالقشيقا عالميقا محمد الشيخ عبد الله عقا لقب لابا تاريخ دا مانتو هادو وزير دولها وزارد بوست يسكارسينتا ياسين حاج محمود حير فرطون لقب لابا تاريخ دا مانتو هادو وزيرك وزارد عرمها قدها الجمهورية دا سوماليلان عمر الشيخ محمد فارع لقب لابا تاريخ دا مانتو هادو وزيرك وزارد شقد يارمها بلجدة يوسف عثمان قرس لقب لابا تاريخ دا مانتو هادو وزيرك حقينك وزارد ورشدها الجمهورية دا سوماليلان أحمد نور أو عبد الشاعر لقب لابا تاريخ دا مانتو هادو وزيرك حقينك وزارد وحبرشدة يتعلين تصري علي أحمد محمد دقول لقب لابا تاريخ دا مانتو هادو وزيرك حقينك وزارد مالية دا محمد محل بقر لقب لابا تاريخ دا مانتو هادو وزير دولها وزارد أرمها دبدة يسكاشيك عالميك محمد شامع آدن قلال لقب لابا تاريخ دا مانتو هادو وزير دولها وزارد حافيمادك حسن أو علي لقب لابا تاريخ دا مانتو هادو وزير دولها وزارد قرشين تقرنك محمد أحمد آدن لقب لابا تاريخ دا مانتو هادو وزير دولها وزارد ورفافين توعي قلين تيردقنك قوليد محمد شري لقب لابا تاريخ دا مانتو هادو وزير كوحيقينك وزارد دولست يهوده يوسف أحمد فارع لقب لابا تاريخ دا مانتو هادو وزير كوحيقينك وزارد عدالة يا رمها قرصورك عبد واحد عبد قادر عبد الرحمن لقب لابا تاريخ دا مانتو هادو وزير دولها وزارد بيرها كيست كلام دحوينها الصومالي لان مدن أحمد محمد محمود سيلايو أي وحو ورس حافظيت كان يكون شيقي لقب لابا تاريخ دا مانتا ينفؤاد عبد السلال وآهادو أقاسمها قودة وزارد كالوميسيقة إيا خيرات كبدة محمد أحمد حسن شبرتي لقب لابو تاريخ دمانتو وهادو أقاسمها قودي قودي دي غندراسي دي قرنكا إن أمباسطور عبد فتاح سعيد أحمد قوليد لقب لابو تاريخ دمانتو وهادو أقاسمها قودي دولدها هوسي إي وزارة دارمها قودها عبد علي تشامع لقب لابو تاريخ دمانتو وهادو أقاسمها قود إي وزارة دا وحبرشدة إيا تعليم تصري عبد الرحمن أحمد علي شقبي لقب لابو تاريخ دمانتو وهادو أقاسمها قود إي وزارة دا ورشدها حسن نور أبكر حسن شبيه لقب لابا تاريخ دا مانتو وهادو أقاسمها قود إي أمنيقة إي وزارة أرمها قودها دانك كلمة دحويناها الصومالي لان مدن أحمد محمد محمود سيلايا أي وحا و ماريا إي ماريا كحيقين و أمقا عابي الدكادة وين مقالة بربري إسوكو ماريايها أمقا عابي أحمد يوسف درر حالك و كحيقين كان و أمقا عابي عبد عبد الله حسن متان مدحوينها تشمريد الصومالي لان قيستا كلاوحا أمقا عابي تليها قود إحيدا مدى قرن كالصومالي لان نوح إسماعيل تاني حالك عبد حرس الدعالان هو شيقي إن و أهادو تليها إحيدا مدى إلالادا حيبها محمد عثمان علي الديب لقب لابا تاريخ دا مانتو وهادو تليها لانت سعودالكا سليمان بري حسن لقب لابا تاريخ دا مانتو وهادو أباندولها لباد مدحوين أحمد محمد محمود سيلايو وحاكله أو أمك عابي قدومي القبلاد مصطفى عيسى الشين أو أمك عابي إن النقضة قدوميها قبلك أوذل محمد إسماعيل علم الديق إسنو أهادو قدوميها قبلك مرود جح محمد علي سليمان رماح إسنو أهادو قدوميها قبلك سول مدحوين سيلايو وحا kale oo magacaabay danjirayaal cusub oo kala ah wasiirkii hore wasaaradda arrimaha gudaha Cali Maxamed Waran Cade oo ahaado safiirka Soomaaliland u fadhiyay Ethiopia Maxamed Ismaaciil Xuseen oo ahaado wakiilka jamhuuriyadda Soomaaliland u fadhiya dalka Australia Aadan Muuse Jibriil laga bilaabo taariikhda maanta oo ahaado wakiilka Soomaaliland u qaabilsan midowga Afrika Xuseen Aadan Cigadeer wasiirkii hore wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga oo ahaado bayeenka guud ee qasriga madaxtooyada Soomaaliland madaxweynaha Soomaaliland mas'uuliyiintii oo xilalka ka qaaday waxay u dhignaayeen sidan Cali Maxamed Axmed Cali Sandulle wasiirkii hore wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Dr. Axmed Rashid Sheikh Xasan wasiir dowladii hore ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah Ismaaciil Shaqale taliyihii hore ciidamada Soomaaliland Injineer Cali Cumar محمد علي حرحور ماريي هوري دكادة بربرا عمر بكر شامع ماريي كحيقينكي هوري دكادة بربرا محمد عبد بلالي أغاسميه قودي هوري قودي دقان تراسي دقارنكا شامع أحمد أدواء أغاسميه قود اي هوري وزارة دكالوميسيقا يا خيرات كبادة مدحويناها الصومالي لان مدن أحمد محمد محمود سيلايو أيا وحا وغو باقي مسؤولين توحلكا كقاضي إنا يسيحف السمية وغو ريتشيان
مسؤولين تحسوا بين حلك وصويك مضي تدوينها كردقا عاصمة سوماليلان اهر جيسا ايا اركتيك لدوان كبحيي سدايو اركان اسكوشان داينتا مدحوين سيرايا كسمية حكومة ديسا اسكو بدلك مدحوين كسمية دولدا وحنوارك نعمد انا فعين دلك مدام مددا وحدا عيرت هاي waxaan aragnaa in isbeddelkaasi inuu yahay cid lagu qancinayo dadka beelaha cawday marka maalin kasta waa laabanay maalin kasta waa la bedelaya isku shaandaynta uu ku sameeyay Soomaaliland uu ku wanaagsan yahay madaxweynaha waxaan loo inay barta xilka kaga hay anuu waxaan aaminsanahay isku beddel maanta aanan macna weyn sameeyneyno waayo waxa weeyaan qof baa la keenaya waxa weeyaan system iyo process-ki oo socdo wasaarad walba leedahay ayaa haddana wasiir kale ma dhiji kale cusub la keenaya leeyahay kaliya anigu aan oran karaa maanta looma baahnayn isku beddel iyo isku shaandheyn waayo waqti doorasho xasaasiyeyna sugeysa wax la bedelaya xillaan wax la bedelin baa kala jirta dowladdu way sii socotaa maanta waxay wax qabanayeen in la daadiyo maaha waxa weeyaan dee in wax laga fiirsadaa fiican wadanku maanta doorasho doonayaa horumar buu doonayaa taa waan soo dhaweynayaa isku beddelka si madaxweynuhu sameeyo isku beddelkuna waa inuu ahaadaa mid hor dalka oo dhan ka dhaca anagu dhallinyartii baan nahay danku waxay noogu jirtaa hadba qof cusub oo la keeno laakiin waa inuu noqdaa qofka la keenaya qof aan lagu keenin qabiil waxaan arkaa isku shaandhaynta madaxweynuhu inaanay ku habboonayn xilku waa meerto xukuumaddu madaxweynuhu isku beddel xaq u leeyahay xukuumaddii koowaad intaasoo beddela sameysa weeye anagu haddaanu shacabkiina Soomaaliland waxaanu ku eedeynaa xukuumadda siiraayo isbeddelka faraha badan leh inaanu ku cambaareyno waana xukuumaddii koowaad ee isbeddelka intaan la eg sameysa toomana fiicnaa in beddelada faraha badan leh markaanu waxaan leenahay xukuumadda siiraayo waanu ku eedeynaa isbeddelada badan saaka kolkaan eegayna magacyada waan garan waayey oo dad aan garanayo sawa kumay jirin wixii joogay iyo waxa cusub ee la keenay 110 anigu ka garan maayo marka horta waxaan ka sheegi karaa ma jiro laakiin waxaan arkayay wasaaraddii arrimaha gudaha oo loo magacaabay nin reer Soola oo Yasiin Faraton la yidhaah oo raggii Soomaaliland waqtiyadii ugu adkaa aan wada shaqayn jiray ka mid ah ninkaasina waa nin aad u culus oo aan isleeyahay wasaaradda wasaaradda ugu culus Soomaaliland ah way uu hanan karaya midda labaad aad baan ugu faraxsanahoo waa markii ugu horreysay wasaaradda ama wasaaradaha culculus intii uu xilka qabtay Axmed cid aan beesha dhexe ahayn wax laga siiyey wasaaradaha waaweyn laakiin waxaan leeyahay ma dhadhawa waxay ahayd inuu beesha dhexe aad u jafo oo maadaama wada hadalla uu la wado iminka xukuumaddiisu meelaha bariga in ay ka muuqato in aad loogu hanwan yahay sidii loo soo kasbi lahaa oo masabiyo kale ee loogu daro oo aanu yihi afartaynane odayga weeshiisa ka soo jeeda lama taabto laakiin waa tii la taabtay ninkii ugu adkaa ee xirsi inkastuu isagu iscasilay rishafarka uu sameeyey waxaan aad iyo aad runtii ula yaabsannahay mujtamac ahaan in madaxweynaha qaranka iyo xukuumaddiisu mar kasta uu rushafar uu sameeyaba in qalinkiisu uu ka xishoodo ama uu qaban waayo bulshada aan ka soo jeedno oo ku xariiqi waayo uu in yar ma garanaysaa oran waayo waa mujtamacaasta wuxuuna loo magaca annagu kolay horaan uga quusannay laakiin waxaan u dalleenahay dadka ku mashquulsan ama u oolanaya saacaddan inay ku quus qaataan qadiyadda iyada rishafarka uu sameeyeyna aanu hal qof kaga soo darin mujtamac aan ka soo jeedna gabooyaha